النهارده موجودين في ليالي الشيخ محمد العراقي في مركز المنشاه. بنحاول نتعرف على الشيخ محمد العراقي هنا من السادة محمد العراقي. الأول أشرف بحضرتك. إيه؟ علي. حضرتك مين؟ اسمي علي الدم. حضرتك إيه شغلتك هنا في المكان؟ شغلتي نائب في المرامي. ممكن تعرفنا عن الشيخ محمد العراقي؟ لا، اسمه علي أحمد محمد العراقي، صحابي دي مع عمر بن العاص، وأساسه من العراق. هو استشهد ها؟ استشهد فين؟ استشهد يعني في المنشاة. ايوه، لا في المنشاة لما حارب الرومان، فاستشهد هو وبنته مريم. سيدي علي احمد العراقي اساسا من العراق، ثم العراقي على اساس بلد وبين في نفاهير في هذا المكان. المقام هو الوحيد هنا ولا في مقامات ثانيه؟ هو ليه مقامات ثانيه، بس هو المقام اللي استشهد فيه هو وبنته. يعني هو جسمانه هنا، جسمانه هنا هو وبنته، بنته مريم. المولد مين اللي بيعمله كل سنة؟ الشمندي، عائلة اسمها الشمندي. بيعملوا الإشراف ليه؟ كانوا دبابينهم دي كان كل جبابينهم كانت هنا، فلما تبين فرط جبابينهم والدبابين اتنقلت، فتلاقي هي المولد بتاعه وسحات مطرح الجبابين. طيب اليوم كام ليلة بتعملوا له؟ بنعملوا له هو 3 أيام رسمي حكومة. بنعمله 5 ليالي 6 ليالي، يعني هو ابتدى من يوم الاثنين اخر الجمعة. تبتدي من يوم كام؟ يوم 26 تنين لغاية يوم 30 تنين، يعني لغاية يوم 1 في الشهر 3 عشان شهر 29. ايه الطقوس اللي بيكونوا فيها هنا؟ اكل وشرب وذكي هي اللي حنقوم بيها، اللقمه كوبايه الشاي والذكي. طيب ال7 ليالي شبه بعض ولا في تنويع؟ لا شبه بعض، يعني كل واحد منشد من الساحات يجيب منشدين، اللي يعمل لنا زياده بيجيبها على حسابه برضه. المنشدين مين اللي يقوم بيها الساحات؟ الساحه يعني دي الساحه المراميه. امبارح كانت البيومية، يوم الجمعة البيومية، بكرة على السعدية، يوم الخميس على الرفاعية، يوم الجمعة هيعملوها البيومية. يعني الساحات اللي بتقوم بالليل. طب في زوار بيجوا؟ بيجوا في زوار، ايوه بتيجي ناس بتزور وبتيجي. في مغسل هنا ولا حاجة الناس كانت بتغتسل فيه؟ ايوه في بير. بير ايه ده؟ بير يوم الجمعة الناس بتغسل حرارة ولا حاجة، بتروح تشرب أمر الله يعني، مش دي مياه جوفية جاية من الأرض ولا من الأرض؟ أيوه تيجي الناس يعني اللي فيه شوية حرارة ولا حاجة بتغسل بيهم وربنا بيشفي، يعني حاجة من عند ربنا يعني مش والسبب ان صاحب المقام. شكرا لك يا خالد. شكرا لك.
يا الله يا الله يا الله.
I'm
اخوانا بتوع فرنسا.